مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في أولى حلقات 7 دي سبورت. الحقيقة أن أنا النهاردة حاسس بفخر شديد جدا لوجودي مع حضراتكم من خلال شاشة قناة النادي الأهلي. الانتماء للنادي الأهلي في حد ذاته فخر، تشجيع النادي الأهلي نفسه فخر، كل شيء في لوجو النادي الأهلي هو فخر، فما بالك بقى بالانتماء لأسر قناة النادي الأهلي من خلال 7 دي سبورت. ده فخر الفخور كلها يعني. فالحقيقة أن أنا سعيد جدا 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 بوجودي مع حضراتكم من خلال 7 دي سبورت. نبدأ بقى نتكلم شوية عن 7 دي سبورت. 7 دي سبورت باختصار هو أكيد برنامج على شاشة قناة النادي الأهلي، فبالتالي الأساس فيه هو دعم الفرق الرياضية في النادي الأهلي كلها من خلال متابعة أخبار كل الفرق الرياضية في النادي الأهلي سواء الجماعية أو الفردية. فبالتالي إحنا كما باقي برامج قناة النادي الأهلي كلها بندعم فرق النادي الأهلي بأن إحنا هنكون متواجدين في كل الأحداث داخل النادي الأهلي في كل الألعاب. ده أساس قناة النادي الأهلي بكل تأكيد. لكن كمان في 7 دي سبورت هنبقى كمان متواجدين في كل الأحداث العربية والعالمية، أي حدث، أي لعبة رياضية، كل الأخبار الخاصة بكل المحافل الدولية والعالمية، كل ده هنبقى موجودين فيه مع حضراتكم من خلال 7 دي سبورت. إذن 7 دي سبورت في النهاية هو برنامج أخبار النادي الأهلي وكل الألعاب الرياضية حول العالم هتكون موجودة معانا في 7 دي سبورت. نبدأ بقى مع بعض على طول 7 دي سبورت بالعناوين. وليد سليمان نائبا رئيس قطاع الناشئين ومعايشة في برشلونة وليفربول لتأهيله. الأهلي يواصل انطلاقته مع الرعاة الجدد. المنتخبات العربية تكتفي بانتصاراتها على الكبار والأمل في المغرب. رونالدو في النصر السعودي حقيقة أم خيال؟ هنا جودة تتصدر التصنيف العالمي. وأخيرا نجم الأهلي برونو سافيو في حوار خاص لأول مرة على شاشة قناة النادي الأهلي. وأكيد هيكون معانا أخبار تانية كتير جدا وهنتابع كل حاجة، ولكن بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل عشان نتابع بقى أخبار 7 دي سبورت. الحقيقة إن إحنا طبعا هنبدأ كل حلقة بأخبارنا من النادي الأهلي، لكن خبر النهاردة أنا سعيد جدا بيه، خبر مفاجئ ولكنه سعيد لجماهير النادي الأهلي المحبة لكابتن وليد سليمان. وليد سليمان نائبا رئيس قطاع الناشئين ومعايشة في برشلونة وليفربول لتأهيله. قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تعيين وليد سليمان لاعب الأهلي السابق نائبا لرئيس قطاع الناشئين وإعداده ليكون أحد الكوادر المؤهلة بقطاع الكرة في المستقبل. عندي تعليق مهم جدا على هذا الخبر. كابتن وليد سليمان من اللعيبة اللي انتمائها للنادي الأهلي واضح جدا من قبل ما يجي النادي الأهلي، من أول ما كان في بتروجيت وإنبي إلى أن انتقل للنادي الأهلي، أحد أبناء النادي الأهلي المخلصين. الحقيقة السعادة بالخبر ده في حاجتين. الحاجة الأولانية أن أهو اللي بيخلص للنادي الأهلي واللي بيستمر في النادي الأهلي معروف بعد كده أنه ليه دور جوه النادي الأهلي، معروف أنه هيكون أحد كوادر النادي الأهلي ومعايشة ببرشلونة ومعايشة، يعني بص حاجات كتير جدا للشخص اللي بيخلص للنادي الأهلي. إخلاصك للنادي الأهلي مكسب كبير جدا. طبعا كابتن وليد سليمان هو أحد الكباتن ورموز النادي الأهلي وشال الأهلي في وقت من الأوقات، وكان الجيل الانتقالي أو الفترة الانتقالية بين الجيل السابق جيل كابتن محمد بركات وأبو تريكة والجيل العظيم ده والجيل الموجود الحالي. كابتن وليد سليمان كان ليه دور كبير جدا غير كرة القدم، غير أنه هو أحد أبرز نجوم النادي الأهلي وأحد اللعيبة الموهوبين في النادي الأهلي، إلا أنه كان واحد من اللي كان ليهم دور في غرفة الملابس عظيم جدا. واحد نقل في فترة من الفترات الجيل الموجود دلوقتي، نقل لهم ثقافة الفوز، نقل لهم الشخصية بتاعت النادي الأهلي، هوية النادي الأهلي نقلها للجيل الموجود في الحالي، الموجود الحالي عفوا. طبعا كابتن وليد سليمان مبروك، إضافة كبيرة لقطاع الناشئين النادي الأهلي، إضافة كبيرة للاعبي قطاع الناشئين إن هم هيبقوا قدامهم بدل الرمز الواحد كابتن خالد بيبو، هيبقى عندهم كابتن خالد بيبو وكابتن وليد سليمان، حاجة على مستوى عالي جدا يعني. طبعا هو هيعمل معايشة في ليفربول وبرشلونة، ده إعداد إداري. الراجل ده لسه مبطل كوره، محتاج كادر اداري زي دوت، محتاج ان هو يعمل فتره معايشه في ليفربول، محتاج انه يعمل فتره معايشه في برشلونه،
مدرستين مختلفتين خالص، المدرسة الإنجليزية مدرسة ليفربول واللي فيها شغل عالي جدا إداريا وناس محافظة على القاعدة بتاعت غرفة الملابس وسقف الرواتب والحاجات دي كلها، ومدرسة ليفربول بقى اللي هي طبعا المدرسة الأساس بتاع الكرة الأسبانية، يعني الكرة الأسبانية اللي معروفة كرة كرويف اللي هي بتاعت برشلونة المعروفة جدا، ليها بقى قواعد تانية إدارية مختلفة خالص عن الكلاسيك بتاع الكرة الإنجليزية، الكرة الكلاسيكية الإنجليزية بتاعت ليفربول. الحقيقة طبعا كل التوفيق للكابتن وليد سليمان، راجل أخلص للنادي الأهلي وحاليا هو هيبقى أحد الكوادر الشابة إداريا في النادي الأهلي، وهيبقى ليه أدوار كتير جدا 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 مع النادي الأهلي الفترة اللي جاية. كابتن وليد سليمان ألف ألف مبروك، ولسه احنا في النادي الاهلي وفي اخبارنا مع النادي الاهلي، وهذه المره من خلال عقود الرعايه داخل النادي الاهلي. الاهلي يواصل انطلاقاته مع الرعاة الجدد. على مدار الايام اللي فاتت بدا الاهلي الاعلان عن الرعاة الجدد، طبعا حاجه في منتهى الفخر والعظمه، الحفلات اللي بتتعمل من الرعاة لتوقيع عقود الرعايه مع النادي الاهلي عفوا، حاجه كده يعني تليق بالنادي الاهلي وتليق باسم النادي الاهلي. الشراكه مع النادي الاهلي في حد ذاتها شيء مهم للشركات دي. النادي الأهلي هو الجاذب الأول في الوطن العربي وأفريقيا للرعاة. الحقيقة أن النادي الأهلي هو صاحب القاعدة الجماهيرية الأكبر في أفريقيا والوطن العربي. البداية كانت مع شركة اتصالات مصر اللي أصبحت الراعي الرئيسي والشريك التكنولوجي للنادي الأهلي، وكمان امبارح شفنا الإعلان عن رعاية بنك أبوظبي الأول مصر للنادي الأهلي في مؤتمر رائع تم نقله على شاشة قناة النادي الأهلي، وبنشوف مع حضراتكم لقطات منه دلوقتي. مبروك لشركة اتصالات مصر، ومبروك لشركة مبروك لبنك أبوظبي الأول مصر. طبعا الحقيقة أننا يعني أو إحنا طبعا كمشجعين أهلوية عارفين قيمة النادي الأهلي والإضافة اللي بيضيفها النادي الأهلي للرعاة، عارفين كمان المسؤولية اللي بتكون موجودة للراعي ده تحت القاعدة الجماهيرية الكبيرة لجمهور النادي الأهلي. زي ما حضراتكم عارفين طبعا أن شركة اتصالات مصر تحديدا الراعي الرئيسي والراعي التكنولوجي للنادي الأهلي كانت موجودة قبل كده في رعاية النادي الأهلي، وكان ليها دور كبير، وكان الشعار بتاعها بنحب النادي الأهلي، والشركة دي حافظت على أنها ما ترعاش فريق كورة غير النادي الأهلي. طبعا ده محسوب ومعروف، وعندهم فريق تسويق على أعلى مستوى دارس كويس قوي اللي بيحصل، دارس كويس قوي قيمة النادي الأهلي في السوق العربي والأفريقي، عارف أن النادي الأهلي هو واحد من الأندية العالمية اللي بتعرف في شراكتها مع الرعاة بتوعها تضيف للراعي ازاي. ده شيء بروفيشنال جدا، شيء متخصص جدا من الرعاة الشركة بتوع النادي الاهلي يعني. وزي ما حضراتكم عارفين ان كمان النادي الاهلي اضافته ما بتبقاش في الرياضة بس، لا، الشريك اللي مع النادي الاهلي هو بيستفيد لاستراتيجية طويلة جدا، 4 سنين من الرعاية للنادي الاهلي في السوق المصرية والعربية والافريقية، هي شراكة طويلة، شراكة فيها استراتيجية طويلة المدى، شركة بتضيف للشركة اللي بتبقى مستفيدة من القاعدة الجماهيرية الكبيرة للنادي الأهلي. فده خبر مهم، خبر يوريك الفرق بين النادي الأهلي وغيره. النادي الأهلي جاذب للرعاة، جاذب للاستثمار الرياضي سواء الرياضة بشكل عام أو كمان باسم براند نيم النادي الأهلي، أو القيمة السوقية للنادي الأهلي هي من أعلى القيم السوقية في العالم. القيمة بتاعت النادي الأهلي مش بس في الرياضة، لا 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 لا، النادي الأهلي أعلى من كده بكتير. النادي الأهلي تقدر تقول ان انت بتكسب قاعده جماهيريه عالميه، شهره عالميه للراعي اللي بيستفيد من وجوده في شراكه النادي الاهلي. طبعا مبروك لشركه اتصالات مصر، ومبروك كمان لبنك ابو ظبي الاول مصر، شركتين استفادوا من النادي الاهلي بوجودهم راعي للنادي الاهلي، سواء الراعي الرئيسي شركه اتصالات مصر او بنك ابو ظبي الاول مصر. نروح بعد كده بقى ل فرقة الكورة في النادي الأهلي اللي لعبت ماتش الأسبوع ده مع نادي المقاولين العرب في الكاس، وطبعا ده الكاس القديم. احنا من ضمن الكوميديا عندنا في الدوري المصري، أو مش في الدوري المصري يعني في الكورة المصرية، إن أنت بتلعب أكتر من بطولة في نفس الوقت ومنهم بطولات قديمة. ده الكاس القديم يا جماعة، ودي طبعا أنا يعني آسف إني أقول كده، ما بتحصلش في أي حتة في العالم غير في مصر، إن أنت يبقى عندك بطولة كاس بتلعبها للسنة اللي فاتت وبطولة كاس للسنة دي، دي تقريبا ما شفتهاش في أي حتة في العالم يعني، لكن ده قدرنا يعني. النادي الأهلي عمل مباراة قوية جدا قدام فريق المقاولين العرب، مستر كولر قرر إن هو يشارك بعض المواهب الشابة في هذا اللقاء، خد اللي هو عايزه من المباراة وتأهل للمباراة قبل النهائية، وطبعا عمل لقاء رائع، اللعيبة الشباب ظهروا بشكل كويس جدا،
النادي الأهلي تعادل في المباراة في الوقت الأصلي 1-1، ولجأنا لركلات الترجيح عشان يكسب النادي الأهلي ويتأهل لبعد كده. يمكن طبعا كريم فؤاد لاعب النادي الأهلي هو أحرز هدف النادي الأهلي. احنا طبعا مش عارفين امتى هنخلص من قضية ان انت بتلعب بطولتين في نفس الوقت دي. ده ضغط قوي جدا، يعني احنا البلد الوحيدة في العالم تقريبا اللي بتلعب كرة في كاس العالم، وكاس العالم شغال. دي بالنسبة لي يعني حاجة هتأثر كمان بعد كده على لعيبة النادي الأهلي، ان انت بتلعب ضغط مباريات حتى وكاس العالم شغال، انت ما ريحتش. يمكن مستر كولر ريح بعض اللاعبين او اشركهم بشكل اقل من باقي اللاعبين اللي مش اساسيين يعني، وطبعا في لعيبة اساسية لعبت الماتش كله. فطبعا دي مش حاجة سهلة، مش حاجة سهلة ان انت تقول ان انت عندك فريق بيلعب كاسين في نفس الموسم، كاس قديم وكاس قديم، وكمان بكره هيلعب في الدوري ماتش الجيش. يعني انت في اسبوع واحد في كاس العالم لاعب هتلعب ماتشين اهو، هتلعب ماتش في الكاس وماتش في الدوري. نتمنى طبعا التوفيق لفريق الاهلي لكره القدم، ونتمنى التوفيق يكون حليف النادي الاهلي غدا ان شاء الله امام مباراه الجيش، اللي هتبقى مباراه صعبه نظرا لتولي الكابتن محمد يوسف تدريب فريق نادي الجيش. هيبقى عايز يثبت نفسه، هيبقى عايز يبقى منافس قوي. وطبعا الفرقه اللي بيبقى لاعبيها عندهم مدرب جديد بيحاولوا يموتوا نفسهم في الملعب عشان كل واحد يثبت نفسه للمدرب الجديد. دي حاجه هتصعب شويه اللقاء، لكن مستر كولر انا واثق فيه تماما، واثق في الجهاز الفني بالكامل، وواثق في لاعبي النادي الاهلي ان هم هيقدروا ان شاء الله يعملوا نتيجه ايجابيه بكره امام نادي الجيش. دلوقتي بقى خلينا نشوف ايه اللي حصل من نتائج فرق النادي الاهلي والعاب الصالات في الاسبوع الماضي. هنشوف كل اسبوع معانا في 7 داي سبورت هيبقى معانا نتائج الاسبوع اللي فات للفرق الرياضيه، وكمان هنشوف الماتشات اللي هنلعبها الاسبوع اللي جاي. نروح بقى مع بعض كده نشوف الجدول معانا على الشاشه اهو، ونشوف مع بعض نتائج الماتشات. نتائج كره اليد رجال، الاهلي كسب 38-21 على نادي هولوليدو، وايضا فريق كره اليد رجال كسب 28-16 للفريق نادي الاولمبي. كره اليد سيدات، الاهلي فاز على البنك الاهلي 29-20 في بطوله الدوري، وفريق السيدات في الاهلي ايضا فاز على 6 أكتوبر 37-29 في بطوله الدوري ايضا. كره الطايره سيدات، فريق سيدات كره الطايره بيفوز على وادي دجله 3-0 في الدوري. ومباراه القادمه طبعا بقى هنشوف مع بعض المباريات القادمه لفرق النادي الاهلي المختلفه زي ما حضراتكم شايفين معانا اهو. الاهلي الدلفي لكره اليد رجال يوم 2/12 ان شاء الله بكره. الاهلي هوليوبلس كره اليد سيدات هيبقى 3/12 برضو. الاهلي ومصر للبترول، الاهلي دوره كره الطائره رجال يوم 5/12. وماتش مهم بقى، الاهلي والزمالك دوري كره الطائره سيدات، ده يوم 5/12. الاهلي وجزيره الورد يوم 6/12 لكره اليد رجال. دي كانت مبارياتنا للاسبوع الجاي، وهنتابع بعد كده كل اسبوع هيبقى معانا المباريات القادمه، وهنشوف كمان ايه اللي هنقدر نتابعه هنا على قناه النادي الاهلي بعد كده، وهيبقى معانا زي ما شفتوا النتائج بتاعه الاسبوع اللي فات. في خبر بقى سيء او خبر يعني حزين لجماهير النادي الاهلي. النادي الاهلي ينعي اليوم اللاعبه الشابة ناشئة النادي الأهلي مايا ثابت، لاعبة فريق 16 سنة للكرة الطائرة في النادي الأهلي، ابنة الكابتن أحمد ثابت طبعا مدرب النادي الأهلي ونجم النادي الأهلي السابق، اللي توفيت اليوم في خبر حزين الحقيقة لينا كلنا. الدوام لله، وربنا يصبر أهلها وكل محبيها وأسرة الكرة الطائرة في النادي الأهلي. خبر سيء طبعا، خبر حزين جدا، ويعني ربنا يصبر أهلها يا رب. هنطلع فاصل صغير ونرجع لحضراتكم عشان نستكمل باقي أخبار 7 داي سبورت. ومن النادي الأهلي نروح لأخبارنا العالمية وكأس العالم، وأداء قوي من المنتخبات العربية، لكن الناتج النهائي لم يتأهل أحد حتى الآن، والأمل في المنتخب المغربي النهاردة اللي بينافس بكل قوة وكل التوفيق ليه إن شاء الله، ويقدر يحقق الهدف الأساسي وهو التأهل لدور 16. ورجعنا لحضراتكم عشان نعلق بقى على التقرير ده. طبعا أنا مشاركة المنتخب القطري أو مشاركة المنتخبات العربية تاني كلها على بعضيها كده كانت مشاركة مشرفة لحد دلوقتي، رغم عدم تأهل أي منتخب في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه في مباراة المغرب وكندا. نتمنى يا رب كل التوفيق لمنتخب المغرب وأن هو يتأهل. نبدأ بقى بنصاحب الأرض ونشوف نتائج المنتخب القطري مع بعض، عشان أنا منتخب قطر زي ما حضراتكم عارفين هو الدولة المستضيفة
لكن قطر ما كانش موفق في ماتش الإكوادور 2-0. يعني تجربة قطر بالنسبة لي أو بالنسبة لنا جميعا يعني في الوطن العربي هي تجربة الأولى ليهم، وبنحاول إن احنا يعني هم عملوا تنظيم على أعلى مستوى واهتموا بالبنية التحتية، لكن المنتخب القطري نتائجه 2-0، منتخب الإكوادور كسب 2-0 أمام السنغال، خسروا 3-1، وهولندا 2-0 طبعا برضو مكسب لهولندا. يعني كان في سوء حظ وكان في طبعا قلة خبرة من المنتخب القطري. الناس عملت تنظيم على أعلى مستوى، كان في أحداث هائلة جدا بالنسبة للافتتاح وبالنسبة لكل ماتش بيتلعب، الناس عاملة شغل بنية تحتية على أعلى مستوى، لكن هم حتة الاهتمام بمنتخب قطر دي كانت محتاجة تبقى أزيد من كده شوية. أنا عارف إن هم مجهزين المنتخب ده من بدري وبيشتغلوا عليه من بدري، لكن لا، هم كانوا محتاجين شغل أكتر من كده. كانوا محتاجين كمان حاجة مهمة جدا بالنسبة للمنتخب، إن هم يحطوا بلان أطول من كده شوية، لأن هم كان معهم وقت، كان معهم وقت كبير يعني. لكن كل التوفيق ليهم في اللي جاي، هيبنوا بقى على دوت ويبقى في منتخب هم عندهم عناصر كويسة خدت خبرة كأس العالم. نروح بقى بعد كده للمنتخب المفاجأة لبطولة كأس العالم، منتخب السعودية. منتخب السعودية معانا على الشاشة هو زي ما حضراتكم شايفين، اللقاء الأول، اللقاء الافتتاحي لمنتخب السعودية منتخب الأرجنتين، ده كان لقاء مفاجئ بكل المقاييس. يعني منتخب السعودية عمل لقاء من أقوى اللقاءات في تاريخ منتخب السعودية، وانتصر 2-1 على منتخب الأرجنتين، فوز مستحق جدا جدا جدا، وكان لقاء للتاريخ بالنسبة للاعيب المنتخب السعودي وبالنسبة لهارفي رينار المدرب القدير اللي اشتغل على إمكانيات لعبته جدا جدا جدا، وقدر ان هو يفوز بلقاء من أصعب اللقاءات اللي هيبقى في تاريخ السعودية. يعني لعب على مصيدة التسلل عشان خاطر عارف إمكانيات لعبته الدفاعية كويس قوي، عمل تجهيز نفسي للعيبة المنتخب السعودي على أعلى مستوى، شفنا الأداء كلنا وانبسطنا وكنا فخورين بمنتخب السعودية. منتخب بولندا كانوا ممكن يكسبوا، منتخب السعودية كان ممكن يكسب ماتش بولندا رغم الهزيمة 2-0، لكن أضاع ضربة جزاء منتخب السعودي، سوء حظ. يمكن كمان كان تكملة ضربة الجزاء كانت ممكن تيجي جول، كان في شغل في المباراة دي كويس جدا إن هم كان ممكن يتعادلوا على الأقل. غلطة عبد الإله في الآخر كانت برضو يعني سوء توفيق من اللاعب، لكن في النهاية اللقاء انتهى 2-0، وكان أداء مشرف أيضا لمنتخب السعودية. اللقاء الأخير امبارح ماتش المكسيك برضو كان لقاء كويس، الأداء يمكن أقل من الماتشين الأولانيين شوية، لكن زي ما حضراتكم عارفين المنتخب السعودي تم تجهيزه كويس، حطوا خطة وحطوا رؤية كويسة قوي للمنتخب ده. كان في من اول ماتش روسيا في كاس العالم 2018 تجهيز بقى للجيل اللي بعد كده مع الجيل اللي راح كاس العالم روسيا، وكان في اختيار لمدرب رائع هارفي رينار، كان في شكل للمنتخب السعودي وخطه محطوطه من الاتحاد السعودي للدوري السعودي وللاعبين السعوديين، كان في بصراحه حاجه كده يعني ما بتحصلش غير بشغل وجهد كبير جدا من القائمين على اداره كره القدم في السعوديه. الحقيقه ان فعلا كان باين النتائج ده في كاس العالم مباراة الارجنتين طبعا، وكان باين جدا حماس لاعبي الارجنتين، لاعبي السعوديه عفوا، في لقاء الارجنتين والتجهيز هارفي رينار ليهم. هارفي رينار من المدربين اللي على اعلى مستوى، واختيار موفق جدا من الاتحاد السعودي. هنروح بعد كده بقى لمنتخب تونس، ايضا من المنتخبات اللي كانت نتائجها معقوله ولكن لم يحالفها الحظ زي ما حضراتكم شايفين معانا كده. منتخب تونس بدا امام الدنمارك بالتعادل 0-0، رغم ان هو كان ممكن الماتش ده يكسب، لكن اداء كان كويس جدا وقدروا يخرجوا بنقطه من منتخب الدنمارك. سوء حظ رهيب في ماتش استراليا انتهى بالهزيمه 1-0، كان ممكن منتخب تونس يطلع بنتيجه احلى من كده لان الاداء كان كويس وكان في فرص لمنتخب تونس في اللقاء، لكن ما حلفوش الحظ. وطبعا برضو ماتش للتاريخ منتخب تونس بمشاركه لاعبنا لاعب النادي الاهلي علي معلول، وطبعا فوز على حامل اللقب منتخب فرنسا، لقاء قوي جدا جدا جدا، برضو لقاء تاريخي للاعبي تونس. الحقيقه يعني يمكن ان هو لم يتاهل وما كانش عنده فرص التاهل، لكن في الحقيقه اداء مشرف جدا بالمقياس بتاع الشارع التونسي اللي كان متوقع اقل من كده، لان كان في مشاكل من اتحاد الكره التونسي والمدرب، وكان في تدخل من الرئيس الاتحاد مع المدرب، كان في حاجات كده بتتقال في الشارع التونسي يعني، لكن الاداء كان مشرف جدا. 4 نقط كانوا كفايه ان تونس ما تتاهلش للاسف الشديد يعني. وطبعا المنتخب التونسي عمل ماتش سيتحاكى عنه الجميع وسيشرف الوطن العربي كله امام منتخب فرنسا. طبعا بالنسبة للوطن العربي فخورين أيضا بمنتخب تونس، فخورين بالأداء بتاع منتخب تونس اللي هو كان ممكن يتأهل. يعني 4 نقط دي في فرق هتتأهل ب4 نقط، لكن سوء حظ منتخب تونس للأسف كان يعني مش موفقين في ماتش استراليا، هو اللي كان ممكن يبقى فيه نتيجة أحسن من كده يعني.
ده كان انفوجراف طبعا عن اللعيبة الأكبر سنا في كأس العالم المشاركين في نسخة قطر 2022. كده خلصنا كأس العالم، نروح بقى للخبر المهم جدا للعالم كله دلوقتي، رونالدو إلى النصر السعودي. طبعا دي حاجة مش عادية، صحيفة الماركة الأسبانية فجرت مفاجأة من العيار الغير تقليدي في العالم. رونالدو كان لسه من فترة بيرفض أنه يروح الدوري الأمريكي مثلا، وكان بيدور على البايرن ميونخ أو نيوكاسل أو بيشوف هيروح فين في دوري من دوريات أوروبا، وعايز يروح فرقة بتشارك في تشامبيونز ليج وبتاع. مرة واحدة مفاجأة غريبة. طبعا احنا لسه مش عارفين دي هتتم ولا لا، هو الخبر بيقول ان خلاص تم الاتفاق و200 مليون يورو والكلام ده كله، لكن كريستيانو رونالدو الحقيقه يعني بيموت في اثاره الضجه، بيموت في انه يعمل ضجه وان هو يكون المختلف الغريب العجيب، لكنه لعيب يستاهل الحقيقه. مش هننكر ان هو لعيب اسطوري، لعيب خيالي، لعيب تاريخي. يعني كريستيانو رونالدو بيقال ان تم الاتفاق على حسب صحيفه الماركه الاسبانيه اللي هي صحيفه ما بتجيبش وما بتقولش اي حاجه، يعني يقال ان الراجل تم الاتفاق مع نادي النصر السعودي بعد كاس العالم. قالوا ان هو هيروح لنادي النصر السعودي ب 200 مليون يورو لمده سنتين، سنتين ونص يعني، لان هيبقى معانا من بعد يناير يعني، ولمده سنتين. طبعا الموضوع بالنسبه للعالم مفاجئ، لان كريستيانو رونالدو من اللعيبه اللي مش مهم عنده اي حاجه غير كسر الارقام القياسيه، فمعنى كده ان هو هيروح لنادي النصر السعودي دي حاجة تقول لك ان هو خلاص بدأ يغير استراتيجيته بقى بعد كأس العالم، هيبقى الموضوع مختلف، هيبدأ يبقى فيه تفكير في حاجة تانية غير ان هو يعمل انجازات وان يكسر ارقام قياسية وان هو يعمل الحاجات اللي معود جمهوره عليها. كريستيانو رونالدو من اللاعبين اللي ليهم قاعدة جماهيرية في العالم كله، يعني كريستيانو رونالدو بيروح اي نادي هو بيحقق تارجت النادي ده في ان هو ممكن ما يدفعش فيه فلوس، يبقى التيشيرت بتاع كريستيانو رونالدو او الاعلانات بتاعت كريستيانو رونالدو شايله مرتبه. كريستيانو رونالدو فعلا من اللعيبة اللي تاريخيا صعب جدا حد يكسر الارقام اللي الراجل ده وصلتها. يعني الصحفي بيرس مورغان، الصحفي المغربي الصحفي المقرب لكريستيانو رونالدو جدا يعني، قال ان الخبر ده مش صحيح، وقال كده على تويتر وقال انه ما حصلش، الايام اللي جايه هنشوف بقى كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي دي حقيقه ولا خيال، ولا هيكمل في الدوري الانجليزي في نادي تاني غير مانشستر يونايتد بعد ما خلاص رسميا كده يعني انهى مع مانشستر يونايتد مسيرته. هنشوف. كان بيتقال قبل كده ان كريستيانو رونالدو رايح بايرن ميونخ، يتقال انه هيرجع ريال مدريد، الله اعلم. اللي جاي هنشوفه مع بعض بقى يعني بعد كاس العالم، هنشوف صحه الخبر ده. نروح لخبر جميل ورائع من بنت النادي الاهلي هانا جوده. هانا جوده لاعبه التنس الطاوله، اللاعبه الاصغر من اي حد ممكن تتخيلوه في العالم، 14 سنه دلوقتي، صغيره جدا في عالم تنس الطاوله، يعني انها تبقى في التصنيف العالمي الاول في فرقة 14 و17 و19 سنة دلوقتي رسمي، هي الأول في فرقة 19 سنة ومن المصنفين الأوائل على فريق السيدات، كمان فرق السيدات في العالم. يعني هانا جوده معجزة بكل المقاييس. يعني هانا جوده الفتاة الذهبية للنادي الأهلي اللي هي بقالها فترة تحت 15 سنة و17 سنة متصدرة التصنيف العالمي، دلوقتي كمان بتخش تحت 19 سنة تتصدر التصنيف العالمي. هذه الشابة أو هذه يعني مش عايز أقول طفلة يعني، لأنها خلاص دلوقتي لاعبة محترفة، هي فعلا معجونة تنس طاولة، محترفة رياضية بحق حقيقي. يعني هي حد من الناس اللي متوقعين في الأولمبيات اللي جاية، اللي يعني محتاجينها، متوقعين انها في الأولمبيات اللي جاية تركز، لانها قريبة جدا من انها تعمل ميداليه، قريبة جدا من انها يكون ليها شأن كبير في عالم الرياضة وفي تنس الطاولة تحديدا. كده خلصت الأخبار اللي كانت معانا في 7 Day Sport النهاردة، لكن بعد الفاصل في مفاجأة قوية جدا. يعني هي احنا ما عرفناش نكون لايف كمان مع برونو سافيو النهارده، لان طبعا زي ما حضراتكم عارفين بكره نادي الاهلي هيلاعب نادي الجيش، فالفقره اللي جايه دي فقره مسجله من فتره، لان برونو سافيو كان مشغول بماتش المقاولين ودلوقتي بماتش الجيش، فشفنا الوقت المناسب ليه. واحنا طبعا احنا يهمنا مصلحه فريق النادي الاهلي قبل اي شيء، فتعاوننا مع برونو سافيو ان احنا نسجل اللقاء ده من فتره عشان يكون اول ظهور ليه على شاشه قناه النادي الاهلي من خلال 7 Day Sport. برونو سافيو لاعب النادي الاهلي بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل عشان نتواصل مع حضراتكم في فقره هي الاهم في 7 Day Sport. بما اننا في اول حلقه ل 7 Day Sport، فطبيعي ان النجم اللي يظهر معانا يكون واحد بيظهر لاول مره في الشاشات المصريه وعلى شاشه قناه النادي الاهلي في 7 Day Sport. الحقيقه ان النجم اللي معانا النهارده من اول يوم وهو واضح من لمساته ومن تحركاته في الملعب انه لعيب كبير جدا، ولكنه قرر انه يقدم اوراق اعتماده في مباراه القمه، في مباراه الاهلي والزمالك. مش بس كده، دي مباراه بطوله، بطوله الماتش الواحد، بطوله السوبر المصري، عشان يكون في لعيبه كتير جدا بتكتب شهادات ميلادها في هذا اللقاء، الا ان هذا النجم برونو سافيو هو قدم اوراق اعتماده الرسميه
في لقاء القمة في الأهلي والزمالك. رجعنا لحضراتكم عشان يكون معانا على شاشة 7 داي سبورت أول حوار حصري لبرونو سافيو في قناة النادي الأهلي وفي مصر. بنرحب بيك برونو سافيو على شاشة قناة النادي الأهلي وبرنامج 7 داي سبورت. مساء الخير، اتمنى اكون الكل بخير، ومن الشرف ليا ان انا اكون متواجد على قناه النادي الاهلي واكون متواجد معاكم. وشرف لينا هنا في 7 داي سبورت ان احنا نكون معاك في اول انترفيو ليك. هبدا معاك على طول في بدايه مشوارك بالنادي الاهلي. انت بدات مشوارك بهدف في مرمى الزمالك في مباراه السوبر، ده بيمثل لك ايه كلاعب في النادي الاهلي؟ أعلم الأهمية خاصة بالمباراة، وأنا سعيد جدا إن أنا حققت الهدف الأول ليا. كان في مباراة زي مباراة كأس السوبر، مباراة ديربي، طبعا كانت مهمة بالنسبة لنا كلقب، فده يخليني سعيد إن أنا قدرت أحقق وأساهم في المكسب بالكأس نفسه. بداية مشوارك في النادي الأهلي كانت بتألق، لكن كيف ترى هذه البداية في مباراة زي مباراة السوبر المصري؟ كانت مباراة مهمة جدا في بداية الموسم، فوز دفعة، أعتقد أنها كانت مهمة ليا ومهمة لباقي الفريق، أن أنا أول ما أوصل أكون بطل داخل النادي الأهلي من أول مباريات اللي أقدر أقدم فيها أوراق النادي للجماهير. ده خلاني سعيد وانعكس عليا في الملعب بعد كده في باقي المباريات، ان خصوصا ان انا بادئ بفوز مهم زي ده وبلقب مهم زي ده في بدايه الموسم. وده لان انا موجود ومتواجد في نادي كبير جدا وعندي طموحات كبيره محتاج احققها مع النادي، ومركز جدا على ان انا افوز بالكثير من الالقاب مع النادي. تمام، هل توقعت احرازك لهذا الهدف في مباراه الزمالك؟ هل كنت متوقع يعني ان انت تحرز هدف في مباراه زي دي؟ بالتاكيد انا كنت متوقع ان انا هسجل في مباراه الزمالك وفي كل المباريات بالنسبه لي، على قد ما هو نادي برضو كبير ومنافس، ولكن في نفس الوقت انا كنت متوقع لان عندي ثقه في نفسي ان اقدر اسجل في كل مباراه واساهم في احراز الاهداف، مش بس بالتسجيل ولكن بصناعتها في كل مباراه، مش بس في مباراه الزمالك، وبالتالي الموضوع كان مهم جدا بالنسبه لي. عشان كده بفضل ربنا انعكس عليا تأثير الهدف دوت وخلاني سعيد ان هي كانت بداية كويسة بالنسبة لي قدام الجماهير خصوصا في ارض الملعب. تمام، شفت ازاي الاجواء الجماهيرية في هذا اللقاء؟ الموضوع كان حماسي، كان شغفي، كان الموضوع على قد ما هو في حماس وشغف كان مختلف جدا عن الاماكن اللي انا كنت بلعب فيها. الموضوع كان بيعلي الادرينالين شويه، او انا كنت حاسس بادرينالين اعلى شويه في مباراه الزمالك في كاس السوبر، على قد التشجيع ما هو نوعا ما مش بعيد عن بعضه بين هنا وبين الاماكن اللي انا كنت متواجد فيها، ولكن هو مختلف لانك بتلعب في قاره مختلفه في نادي مختلف ثقافة مختلفة. عموما الموضوع بصراحة بالنسبة لي كان حاجة مهمة وكان حاجة قوية تديني دفعة للأمان. طيب علاقتك بلعيبة النادي الأهلي، هل في لعيب بقى ليه علاقة مميزة معاك في الفترة اللي أنت متواجد فيها هنا؟ غرفة الملابس ولعيبة النادي الأهلي وهم حواليك، احنا هنا مميزة جدا غرفة ملابس النادي الأهلي إن هي بتقدر تحتوي كل العناصر الجديدة اللي بتخش عليها. خليني أقول لك إن في الحقيقة ممكن ما يكونش في لاعب محدد، ولكن كل اللعيبة بصراحة هم استقبلوني كويس وبيحاولوا دايما يساعدوني، فممكن يكون الكل هو الإجابة على السؤال ده، ولكن مش لاعب معين. كل الناس دايما مدين ايديهم ليا ان هم يساعدوني ويخلوني اتطور ويخلوني اتاقلم واخد على الاجواء داخل النادي الاهلي وداخل جمهوريه مصر واتعرف اكتر على الدوري وخلافه، كله بيساعد، فما اقدرش ان انا اختار لاعب معين بصراحه. انسجامك مع اللاعبين هل اثر في الملعب، وهل كان في سرعه في الانسجام؟ يعني انت واللعيبه انسجمتوا، انت بتقول ان هم كلهم بيحاولوا يحتووك، هل الانسجام اللي بره الملعب في غرفة الملابس أثر عليك وخلى الانسجام برضو موجود في الملعب؟
Olha, em relação aos jogadores, todos me receberam muito bem. Eu acho que أنا لقيت استحسان كبير جدا من الكل زي ما قلت، محتاج إن أنا أشكر الكل على مساعدتهم ليا طبعا، وده بسبب إن هو المساعدة دي والمساعدة نفسها في فكرة إن أنا أتأقلم على الأجواء هي اللي ساعدتني إن أنا أحقق الانسجام. فعمري ما لقيت حد داخل النادي الأهلي وداخل اللعيبة وداخل غرفة الملابس ما كانش دايما مستعد إن هو يكون بيقدم لي إيد العون وإيد المساعدة، فبالتالي ده حقق لي الانسجام داخل النادي وانعكس عليا. تمام، برضو عايز اسالك، بما اننا بقى البرازيل مشاركه في كاس العالم وبما ان انت لعيب كوره برازيلي، توقعاتك للبرازيل في كاس العالم ايه؟ انا متاكد دلوقتي وعلى يقين تام ان البرازيل هي عندها احسن فريق مشارك في كاس العالم، واعتقد ان الموضوع مهم جدا بالنسبه للمدرب ولنيمار ان هم يحققوا البطوله ويكونوا ابطال لهذه النسخه من كاس العالم. مفيش عندي شك زي ما قلت ان احنا افضل فريق على مستوى اللعيبه وعلى مستوى الاستعدادات، فانا شايف فرصنا بعيده جدا لدرجه ان احنا ممكن نكون ابطال للبطوله دي. عشان كده انا واثق زي ما بقول ان احنا نقدر نوصل ونحقق حاجه في النسخه دي. طيب، سؤال مهم جدا بالنسبه لي، علاقتك بالمدرب مارسيل كولر وهو اسم كبير في عالم التدريب والاضافه اللي بيضيفها لك من خلال التاكتكس اللي بيتعامل معاكوا بيه. المدرب بتاعنا خبير جدا، هو دايما بيحاول يعلمنا ويساعدنا، واحنا المفروض ان احنا نستغل خبرته الكبيره دي في عالم كره القدم وعالم التدريب ونستفيد على قد ما نقدر. دايما بيكون عنده نقدر نقول زي تعديلات على كل لاعب فينا بما فيهم انا، فده بالتحديد بالنسبه لي مهم ان انا دايما الاقي حد بيطورني طول ما انا شغال، وشايف ان هو شيء بالنسبه لي مهم ان انا اكون شغال تحت حد او تحت ايد مدرب عنده خبره وعنده من الكتير في عالم كره القدم ان هو يعلمه لي. طيب، هسألك برضو سؤال يخص الكابتن سيد عبد الحفيظ والتعامل الإداري في النادي الأهلي من خلال كابتن سيد عبد الحفيظ. هل أنت شفت هذه النوعية من التعامل مع أكيد أنت احترفت في أماكن كتير جدا في أمريكا اللاتينية، ولكن أنا عايز أعرف تحديدا التعامل الإداري في النادي الأهلي من خلال كابتن سيد عبد الحفيظ. فيما يخص كابتن سيد، هو شخص دايما نقدر نقول عنده تاريخ كبير داخل النادي وداخل مصر، شخص متفتح جدا، دايما بيتكلم معايا، بيشوف انا محتاج ايه، بيساعدني على طول، وعلى طول دايما بيكون معانا كلنا كمان كلاعيبه مش انا لوحدي. فهي في الاول وفي الاخر شخصيه ذو خبره داخل النادي، بتدور دايما على الحلول للاعبين علشان ما يكونش في لاعب مثلا عنده اي مشاكل سواء داخل الملعب او بره الملعب. طيب، عايز اسالك سؤال برضو بعيدا عن الكوره كده، التاقلم بتاعك في مصر وانت الحياه اللايف ستايل في مصر مختلف طبعا عن الاماكن اللي انت كنت عايش فيها، لكن عايز اعرف اسرتك مبسوطه ومرتاحه في مصر، الاماكن السياحيه اللي شفتها ايه في مصر؟ نعم، العيلة كلها سعيدة جدا، جميل جدا ان انت تخرج في الشارع في مصر وتشوف الناس، وخصوصا مش وانا لوحدي، سواء وانا لوحدي او مع العائلة بتاعتي. الموضوع بالنسبة لي مختلف شوية لأن هي ثقافة مختلفة وبلد مختلفة طبعا عليا وعلى عيلتي، ولكنه شيء جميل. احنا كل ما بنخرج كل مرة بنشوف شيء جديد كل مرة، فأنا بالتالي سعيد جدا بالثقافة وسعيد بالناس وسعيد بالمعاملة الكويسة وبالاستقبال الجيد والاستحسان اللي بلقاه من الجماهير في الشارع. طيب، كل أكل مصري ولا لسه؟ الأكل المصري اللي كله إيه كمان؟ كلت الكثير من الاكل اللي موجود في المجتمع المصري، ولكن ان يكون في اسم تحديدا خاص باكله معينه ده للاسف ما قدرتش ان انا احصله، ولكن كلت اكل كتير ولقى مني استحسان وعجبني.
طيب عايز اساله سؤال مهم برضو، الدوري المصري ايه رايه فيه؟ هو شايف دلوقتي منافسات الدوري المصري والمستوى الفني لفرق الدوري المصري؟ الدوري المصري دوري تنافسي جدا على مستوى عالي، مليان مباريات ومليان ضغط مباريات، مما بيؤدي الى ان انت كلاعب تحافظ على مستواك، وده لان هو تنافسي. فبالتالي ما عنديش اي ادنى شك ان انا ممكن اكون متواجد هنا من اجل ان انا اتطور، وهقدر بالفعل اتطور بسبب التنافسيه العاليه والمستوى بتاع اللاعبين سواء في النادي الاهلي او في الانديه الثانيه اللي موجود داخل الدوري، ان هو يخليني اتحسن وخلافه. فده بالنسبه لي دوري كويس ان انا اقدر اقدم نفسي فيه في قاره افريقيا من احسن الدوريات، ويكاد يكون هو الافضل على الاطلاق. ومتاكد جدا ومفيش اي ادنى شك ان هو دوري على مستوى كبير. طيب عندي سؤال كده مهم بالنسبه لي انا شخصيا. الغردقه انت كنت اجازتك اللي فاتت دي قضيت حوالي 5 ايام الاجازه في الغردقه. الغردقه عجبتك؟ عجبت الاسره؟ الجو في الغردقه كان مختلف شويه عن القاهره، عجبك برضو ولا انبسطت انبساط عادي يعني؟ الوقت كان جميل جدا، المناخ نفسه كان كويس، العيله عندي نفسها كلها اتبسطت. لما خرجنا من بوليفيا في الوقت ده كنت قاعد، اول ما خرجت من بوليفيا 3 شهور من غير اجازات ما شفتش العيله بتاعتي، ولكن اول ما شفتهم خدتهم وطلعت على الغردقه واستمتعنا كلنا بالوقت، الاشخاص هناك، المناخ زي ما قلت، المدينه نفسها مدينه رائعه. فمما لا ادنى شك فيه برضو اني لا يعني كان الموضوع بالنسبه لي لا استحسان كبير وسعاده كبيره مني ومن العيله. طيب في القاهرة، في القاهرة أنت في أماكن سياحية كتير جدا في القاهرة تقدر تزورها، هل زرت الأهرامات مثلا؟ زرت متاحف في القاهرة؟ الأماكن السياحية اللي موجودة حواليك قريبة منك؟ في الحقيقة القاهرة كالقاهرة نفسها لا، انا ما خرجتش في اماكن كتير لاني ببقى موجود هنا مرتبط بمواعيد التدريب والمباريات وبحاول اركز على الكارير بتاعي، ولكن القاهره كمدينه ما اقدرش اقول ان انا خرجت كتير فيها، وحتى لو كنت خرجت ما خرجتش في اماكن سياحيه. ولكن عموما انا سعيد جدا بالتواجد بتاعي سواء في القاهره او في الغردقه، المهم ان انا متواجد في مصر وده مخليني سعيد. طيب عايز اسالك عن دوري ابطال افريقيا، واحنا هنلعب دوري المجموعات الفتره اللي جايه. دوري ابطال افريقيا من البطولات اللي الاهلي متعود ياخدها، يمكن في اخر 3 سنين خدها 2 ومؤهله لكاس العالم للانديه. هل بتحلم ان انت تلعب كاس العالم للانديه مع الاهلي؟ طموحك في بطوله افريقيا وفي كاس العالم للانديه ايه؟ ده من اهدافي الكبيره اللي انا جاي اصلا النادي الاهلي علشان احققها، ان انا اكون متواجد في كاس العالم للانديه والعب مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه بعد ما نحقق ان شاء الله اللقب الافريقي. بطوله كبيره زي المونديال ما تقدرش ان انت كلاعب ما تحلمش ان انت تلعب فيها، خصوصا لما يكون عندك عائله تقدر تشوفك بتلعب فيها، والنادي الاهلي بالنسبه لي هو مكان كبير جدا اقدر احقق حلم زي ده ليا ولعيلتي من خلاله. عندي سؤال عن انت لاعب بتلعب في اكتر من مركز، اكتر مركز بترتاح له في الملعب وبتحب تلعب فيه هو انه مركز؟ انا بعمل حاجات كتير في الملعب، بلعب جناح يمين جناح شمال، بس وبلعب برضو ايضا كمهاجم. بالنسبه لي وجودي في الـ3 اماكن بيخليني سعيد، وجودي نفسه في الملعب بيخليني سعيد. ما اقدرش اقول ان انا بفضل مركز معين عن المركز مثلا من المراكز اللي انا بلعب فيها، انا اللي بيهمني العب في اي مركز، ولكن المقام الاول بالنسبه لي ان انا اساعد، اساهم بهدف، باسيست، بايا كان، ان انا اخرج انا والفريق من الملعب بالنصر في المباراه. فبالنسبه لي مش بيكون مهم قوي اي مركز انا بفضله، على قد ما بيكون مهمة قوي كعقلية بالنسبة لي ان انا بلعب داخل الملعب نفسه وقادر اساهم وقادر اكون فعال وقادر يكون ليا تأثير، والتأثير دوت يبان وقادر اتحسن وقادر اتطور.
طيب انت بمناسبه ان انت اتكلمت عن التهديف، يعني انت معدل تهديفك في بوليفيا كان عالي جدا، هل انت متوقع في مصر ان انت يبقى معدل تهديفك عالي او يعلى اكتر كمان من بوليفيا، خصوصا ان انت بتلعب في فرقه كبيره زي النادي الاهلي؟ meu objetivo é sempre fazer o meu melhor. بص انا دايما هدفي ان انا اقدم الافضل ليا. تسجيل الاهداف الكبير، معدل تسجيل الاهداف الكبير من عدمه هو بالنسبة لي برضو هدف، ان انا احاول احافظ دايما على المعدل ان هو يكون كبير. انا بنزل الملعب كل مرة بحاول على قد ما اقدر اكون جايب افضل ما عندي في ان انا بسجل وفي ان انا بصنع، واسجل واصنع. الموضوع مش مختلف كتير ومش هيكون مختلف كتير في مصر. طيب اخر سؤال، النادي المفضل ليك في اوروبا ايه؟ في كتير في الحقيقة، بس مؤخرا من ساعة ما جيت بصراحة بحب برشلونة علشان التاريخ بتاع اللاعبين البرازيليين في النادي هناك. اللاعيبة البرازيليين لما راحوا هناك حققوا الكتير من الألقاب وعملوا تاريخ كبير جدا داخل النادي ده تحديدا. فنقدر نقول ان برشلونة هو النادي المفضل بالنسبة لي داخل الكرة الأوروبية. كل البرازيليين كانوا هناك، فأنا بالنسبة لي برضو ده النادي اللي أنا المفروض أشوفه هو الأفضل يعني. وزي ما كان بيلعب لاعبين كتير داخل البلد اللي أنا منها، هو بالنسبة لي برضو النادي الأفضل عشان كده. شكرا برونو سافيو، واستمتعت معاك باللقاء، وانا سعيد ان اول ظهور ليك يكون من خلال شاشه النادي الاهلي، شاشه قناه النادي الاهلي، وتحديدا في برنامج 7 داي سبورت. نتمنى لك التوفيق مع النادي الاهلي فيما هو قادم ان شاء الله. وده كان حوارنا مع برونو سافيو، واتمنى ان احنا نكون يعني خدنا منه اكبر قدر ممكن من الاسئله اللي حضراتكم تستمتعوا بيها معانا في 7 داي سبورت. هنطلع فاصل صغير ونرجع نختم فقراتنا في 7 داي سبورت. ورجعنا لحضراتكم بعد ما استمتعنا بلقاء برونو سافيو، وشفنا برونو سافيو لاول مره على شاشه قناه النادي الاهلي وفي الاعلام المصري عموما، يعني ده الظهور الاول ليه. رجعنا بقى عشان نشوف مع بعض لقطه الاسبوع. اللقطة النهاردة من كأس العالم برضو، ولكنها لقطة غريبة جدا، لقطة مفاجأة بالنسبة للجميع. يعني شبيه نيمار اللي دخل الاستاد ووصل لأرض الملعب زي ما حضراتكم شايفين كده معانا اهو، ومحدش قال له حق. لأن طبعا انت ده مستحيل تتخيل ان ده مش نيمار، يعني ولا الوهلة تشك ان ده مش نيمار. شبه رهيب، شبه غريب، عامل حتى التاتوهات بتاعت نيمار، لابس لبس منتخب البرازيل، محدش هيشك فيه طبعا. يعني بص هو بيتعامل على انه نيمار وبيمضي، وممكن حد ممكن يتصور معاه وكل حاجه. هو الغريب ان هو عنده ثقه بالنفس رهيبه، يعني في حاجه كده غريبه، بيتصور مع الناس والناس اظن دول فاكرينه نيمار فعلا. يعني على ما اظن ان ده لسه لحد دلوقتي لم يكتشفوا انه مش نيمار. يعني بعد كده بقى هيكتشفوا ان ده مش نيمار فيخرجوه من الملعب، بعد ما يكتشفوا ان ده مستحيل يكون نيمار يعني. لكن زي ما احنا شايفين اهو، اكتشفوا دلوقتي ان هو مش نيمار، ودلوقتي بيبدا وخرجوه من الملعب. ودي كانت مفاجاه، يعني انا اظن دي ما حصلتش في الكوره قبل كده. يعني فرق الشبه الرهيب ده ما حصلش، ان يبقى في واحد يخش الملعب على انه لاعب ومحدش يقول له اي حاجه. لان ده هو فرق، انا يعني بصراحه لو انا مكان المنظم مش هشك ان ده نيمار، ده فعلا نسخه كربونيه من نيمار يعني. وطبعا هو عنده ثقه رهيبه ان هو داخل ماشي مشية نيمار، وداخل على ان هو لعيب برازيلي لابس اليونيفورم بتاع البرازيل. الراجل ده عارف هو بيعمل ايه يعني. كده انتهت حلقتنا النهارده من 7 داي سبورت، الحلقه الاولى ل 7 داي سبورت. نتمنى ان احنا كنا خفاف على حضراتكم، نتمنى ان احنا نكون ضفنا ولو جزء بسيط لمشاهدي ومتابعي النادي الاهلي. على امل ان احنا نشوف حضراتكم كل اسبوع ان شاء الله يوم الخميس الساعه 6. وفي الختام خير، سلام.